يعني أنا أعتقد بأن ربما هي عملية ربما إبراز عضلات أكثر مما هي عملية استفزاز. نعم، هنالك مصلحة إسرائيلية بأن يكون هنالك تحرك إيراني تستطيع صد مثل ما حدث في أبريل الماضي، لكنما مع ذلك إسرائيل تعلم بأن إذا ما كان هذا التحرك معقد أو يستطيع بأن يكون موجع كما هدد المرشد الإيراني، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الداخل الإسرائيلي. من هنا نعتقد بأن هذا الأمر ممكن اعتباره إبراز عضلات أكثر مما هو عملية استفزازية. إبراز العضلات هذا بتقديرك هل سيكون وقعه مدعاة لتعجيل الرد من قبل الجانب الإيراني، أم أن هذه الغارات ليست بثقل الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق؟ بالفعل أنا أعتقد أن الجانب الإيراني الآن ربما توصل إلى بعض النتائج ربما تغير جزء من تحركاته. الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية وبأوامر مباشرة من المرشد الإيراني الآن يبحث عن مصطلح الرد الموجع، باعتبار أن المرشد الإيراني استخدم عبارة في تهديده إسرائيل وهي بالفارسي خون خاهي، بمعنى أن الثأر الذي يقترن بالدم وإسالة الدماء الإسرائيلية هنا أقصد. من هنا فيما يبدو بأن الجانب الإيراني الآن يتحرك وفق هذا السياق حتى يكون الرد موجع وربما يستهدف قوات عسكرية أو ربما حتى منشآت مدنية أو ربما استخباراتية إسرائيلية، وهذا ما تخشاه إسرائيل، وبالتالي تحركاتها كلها يعني ضمن سياق ربما هذه التهديدات المتبادلة الإيرانية الإسرائيلية. لكن ألا تعتقد أن الرد الموجع والعبارات التي تم استخدامها كانت متزامنة مع الضربة ووقعها وأثرها الحاد؟ ألا ترى أن ثمة متغيرات ربما قد تجعل إيران تفكر مليا في شكل الرد؟ يعني أنا أعتقد بأن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عملية منظومة الرعب، يعني توازن الرعب الإسرائيلي الإيراني، عمليا هذه المغاربة التي اعتمدتها إيران طوال العقود الأربع الماضية عمليا انهارت بعدة مراحل، بمعنى أن ثلاثية القوة التي اعتمدتها إيران والتي أشرت إليها في هجوم أبريل الماضي انهارت، بمعنى أنها لم تستطع أن توازي منظومة الرعب، بينما الجانب الإسرائيلي عمليا تحرك بحرية أكبر في إيران واستطاع أن يحقق أهدافه كما أرادها. ربما ينطبق هذا الأمر جزئيا على لبنان أيضا. من هنا إيران أعتقد بكل الأحوال بحاجة ماسة إلى إعادة توازن الرعب، وبالتالي عملية الرد يعني لا محال بأنها ستحدث مهما بلغ الأمر، لأن إذا لم يحدث هذا الأمر فهنالك احتمال تحرك كبير إسرائيلي ربما يستهدف المنشآت النووية الإيرانية دون أن يكون لإيران ربما القدرة على رد مماثل يستطيع أن يهدد الجانب الإسرائيلي.